يسعدنا اليوم في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العقب. هذا الطريق الهام في حياة أكثر من 4 ملايين شقيق يمني، والذي يعد الطريق الوحيد الرابط بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى بطول حوالي 9 كيلومترات. الإخوة والأخوات، نعمل في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية والتنسيق مع السلطات المحلية على مشاريع هامة وحيوية في حياة الأشقاء اليمنيين اليومية، ومنها هذا المشروع الحيوي من أجل إنهاء المعاناة اليومية لسالكيه ووضع حد لمخاطر الطريق التي تواجه مستخدميه يوميا. التعاون الكبير من أجل خدمة الشعب اليمني وأيضا العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا، الحقيقة نقوم بعمل دائم مع إخوان وزارة التخطيط بكل قطاعات العمل اللي نعمل فيها سويا، وأيضا مع قطاعات الوزارات المختلفة لعل منها وزارة النفط ووزارة الأشغال. واليوم أعتقد أنه هذا المشروع هو من المشاريع الرئيسية والمهمة للإنسان اليمني بشكل خاص. كما تعلم البرنامج حريص على الشراكات مع المؤسسات الدولية والإنمائية الفاعلة ومنها البنك الدولي، فكان هناك محادثات مع البنك لتمويل أجزاء من هذا الطريق، واتفقنا على بعض الأجزاء التي سيتم تمويلها سواء من قبل البرنامج أو البنك الدولي، وهذه بداية الغيث إن شاء الله. العقبة هي بداية الطريق التي سيمولها البرنامج، وسيعقبها إن شاء الله دور البنك الدولي وأيضا دور البرنامج المكمل لهذا الطريق بإذن الله.